ينضم إلينا من سانتا بطرسبرغ دكتور سمير أيوب، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الروسية. دكتور أيوب أهلا بك معنا. لو تحدثنا الآن عن سير العمليات العسكرية، أوكرانيا تقول إنها تقدم أو تعيد العديد من القرى في الجنوب وكذلك في الشرق لأراضيها لصالحها، والرد الروسي ليس بالمستوى المطلوب كما كانت تفعل روسيا بعد كل عمليات قصف مثلا تستهدف القرم. نعم دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير إيران. يعني الاوضاع الميدانيه على الجبهات منذ ان بدا الهجوم الاوكراني لم نرى اي انجاز او اي تغير ملحوظ على هذه الجبهات. اوكرانيا يمكن ان تدعي الكثير، لكن الوقائع على الارض تثبت عكس ذلك. هناك خسائر كبيرة في صفوف الجيش الأوكراني، هناك تدمير لمعظم المعدات الغربية التي وصلت لدرجة أن الجيش الأوكراني الآن بدل من أن يتقدم أن يكون في مقدمة الهجوم الآليات الغربية، أصبح الآن يكون في مقدمة الهجوم مشاة الجيش الأوكراني. هذا يؤكد أن التضحية بالجنود هو أفضل بالنسبة لأوكرانيا من التضحية بالمعدات التي أصبحت قليلة حتى الآن. لكن إذا كان هناك بعض التقدم في بعض القرى أو بعض المناطق لمسافات قريبة، هذا لن يغير على مجرى الأحداث. بينما نرى في مناطق أخرى بالقرب من خاركوف وفي لوغانسك هناك تقدم أكبر وأكثر للجيش الروسي، وهناك كما وردت المعلومات إعداد لروسيا أو للجيش الروسي في محافظة خاركوف لإعادة التقدم في هذه المنطقة. يعني نلاحظ أنه بعد مرور عام ونصف من العملية العسكرية، روسيا تأقلمت بشكل تام مع مجريات هذه العملية ومع الاستراتيجيات المتغيرة على الأرض. لذلك الرد الروسي على كل العمليات التخريبية والإرهابية التي يقوم بها نظام كييف هو رد قاسي. أنا لا أرى أن هناك ردود فعل روسية خفت، عكس ذلك تماما. سابقا كان الرد على مناطق كييف ومناطق الغربية التي تحوي الأسلحة الغربية القادمة من بولندا، اليوم نرى التركيز على مناطق الجنوب خاصة على مدينة أوديسا ومدينة نيكولايف وميناء يوجني. يعني هذه المناطق يبدو أنها مصدرا لانطلاق المراكب المسيرة والطائرات المسيرة والموجهة ليس أوكرانيا وإنما غربيا. يعني هذه المسيرات التي تصيب شبه جزيرة القرم لا يمكن أن تصل إليها دون المساعدة التقنية من الأقمار الاصطناعية الأمريكية وطائرات التجسس التي تجوب أيضا أجواء البحر الأسود وخاصة الطائرات الأمريكية. لذلك روسيا تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأحداث وهذه المساعدات الغربية، لذلك هي ترد من جهة. ومن جهة أخرى، يعني في حال شعرت روسيا بأن هذه الضربات يمكن أن تؤثر على مجرى الأحداث في شبه جزيرة القرم، يمكن أن توسع العملية لتصل إلى مدينة أوديسا، وهذا وارد الآن في القاموس الروسي لأن هناك مطالبات عديدة إن كان. وهذا هو سؤالي التالي دكتور سمير، إذا ما تحدثنا بالذهاب إلى أوديسا، وكذلك ربما يرى المراقبون أن من المعطيات لذهاب روسيا إلى أوديسا هو قصف روسيا لصوامع الحبوب هناك، فهل ذلك يعني هناك تغير في سياسة العملية العسكرية الروسية بعد أن كانت تستهدف المناطق العسكرية الآن تستهدف مناطق أخرى ومنها صوامع الحبوب؟ لا أرى أن روسيا قصفت صوامع الحبوب. هناك مخازن للأسلحة، واليوم المعلومات الواردة من منطقة أوديسا تقول أن هذه الصوامع وهذه المخازن كانت تحوي المدافع والراجمات الألمانية التي تسلمتها أوكرانيا. لذلك هذه الضربات وهذه الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الجيش الأوكراني والتدمير الممنهج لكل هذه المستودعات أدى بزيلينسكي إلى الصراخ والقول أنه سيرد على هذه الضربات، وبدأ يستجدي العالم الغربي ويستجدي مساعدات جديدة. أنا لا أعتقد أن روسيا بحاجة إلى أن تقصف صوامع الحبوب، هي أولا ليست بحاجة لها، ثانيا هي لم تخرج من الاتفاقية لأنها أرادت إيقافها، خرجت من اتفاقية الحبوب لأن مطالبها لم تنفذ بينما نفذت المطالب الأخرى. لذلك هذه المسألة يبدو أنها تستغل إعلاميا من أجل تشويه صورة روسيا، وليس على أن روسيا تعمل إلى قصف المنشآت المدنية.
أنا أذكر على فترة عام ونصف لم تقم روسيا بقصف المنشآت المدنية بتاتا في أوكرانيا، وجنبت أيضا المدن وجنبت حيث توجد كثافة سكنية. معظم المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا كانوا يسقطون بسبب المضادات الجوية الأوكرانية وليس بسبب الصواريخ الروسية. يعني هناك تأكيدات حتى من داخل أوكرانيا على أن كل الأماكن المستهدفة إما كانت تستخدم للجيش الأوكراني أو كانت للاستخدام المزدوج مدني وعسكري. لذلك يعني هذه المسألة شددت عليها روسيا وزادت منها، وخاصة بعد وصول المساعدات الغربية الأخيرة إلى أوكرانيا، وعندما حاولوا أن يدعموا الهجوم وكانت آمالهم كبيرة بتحقيق أهداف، لكن يبدو الآن أن الهجوم إما أخفق قبل أن يبدأ أو أنه فشل ولم يعد يعني أي خطر على ولم يحقق ما أراد تحقيقه. ولكن التساؤل أيضا دكتور سمير، بوتين سيد بوتين قبل يومين تحدث عن أن روسيا ستعمد إلى الدفاع عن بيلاروسيا إذا ما تعرضت إلى هجمات لأنها من ضمن الاتحاد الروسي، وأيضا كان التهديد واضح باستخدام الأسلحة التكتيكية بهذا الخصوص. هل يعني ذلك أن روسيا ستسعى في قابل الأيام إلى توسيع العمليات العسكرية؟ يعني توسيع العملية العسكرية ليس بيد روسيا وإنما بيد الدول الداعمة لنظام كييف. إذا استمر في دعم نظام كييف بأسلحة متقدمة وأسلحة متطورة وصواريخ بعيدة المدى، يعني عوضا أو وبعد ذلك محاولة تزويد أوكرانيا بالطائرات F-16، وأيضا لا ننسى أنه زودها بقذائف عنقودية بدأت الآن تستخدم ضد المدن الروسية وتقتل المدنيين والصحفيين دون رحمة. روسيا نعم حذرت أنه في حال دخلت هذه الطائرات العمل وشكلت خطر على الأمن القومي الروسي وعلى البنى التحتية الاستراتيجية الروسية، يمكن أن ترد روسيا على المطارات التي يمكن أن تنطلق منها هذه الطائرات، ومعلوم في أوكرانيا لا توجد مطارات قادرة على خدمة هذه الطائرات. لذلك نعم هذا يمكن أن يؤدي إلى رد روسي، مما يجعل توسيع العملية يعني يمكن أن يحصل. أيضا على ما يعني ما يخص بيلاروسيا، هناك شعور وهناك توقعات روسية بأنه في حال حدوث أي إنجازات لروسيا على جبهة القتال وتطورات ميدانية لصالحها، يمكن أن يعمد الغرب وخاصة بولندا ودول البلطيق لاستفزاز صراع أو لاستفزاز تدخل عسكري في بيلاروسيا لإلهاء روسيا أو للضغط على نظام لوكاشينكا. وسبق يعني منذ عدة أعوام أن تدخلت هذه الدول بالشؤون الداخلية لبيلاروسيا. الآن روسيا تقول أن هناك حالة اتحاد مع بيلاروسيا، وأي اعتداء على بيلاروسيا يمكن أن يصور وكأنه اعتداء على روسيا، ومن حقها أن ترد على أي طرف وفي أي مكان وفي أي زمان. نعم دكتور سمير أيوب، الكاتب والباحث السياسي والخبير للشؤون الروسية من سان بطرسبرغ، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات.